اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم همسات في حياتنا حابه افتح افتتح الحلقه النهارده بكلمات الشاعر الجميل عبد الرحمن السيد الاهل كلمات في حب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عارف الناس بتحبك ليه عارف سر الحب ده ايه بنحبك كلنا اكمنك. إخلاصك يتكلم عنك نهر النيل يشهد لك إنك ابن الحر الغالي عليه يا وطني وكلك وطنية ليك من شعبك ألف تحية لجل بلدنا ولجل ولدنا ربنا بعتك لينا هدية يا ابن الثورة ويا ابن النيل أنت مواطن مصري أصيل بعزمتك قوت عزيمتنا ومن حيلك شدينا الحيل سير على بركة ربنا سير على بركة ربنا سر, سر للتنمية وللتعمير قدامك ووراك معاك هنقدم لبلدنا كتير كل التحية والتقدير والإعزاز والإجلال لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعدني ويشرفني أن يكون معايا في الحلقة النهاردة الدكتورة منى أبو هشيمة نائب رئيس مجلس اداره ملتقى المراه العربيه والافريقيه والمهجر لا ما حضرتك معلش انت غلطتي في التايتل رئيس مجلس اداره ملتقى المراه العربيه والافريقيه والمهجر على فكره دكتور مصطفى بقى لما لين التايتل انا رئيس مجلس الاداره <applause> رئيس مجلس اداره ملتقى المراه العربيه والافريقيه والمهجر حضرتك طبعا نورتيني في البرنامج الله يخليك شكرا جدا ومعايا كمان دكتور مصطفى ابو جازية المفوض العام للحمله الشعبيه للاعلام السياسي لدعم رئيس الجمهوريه اهلا بحضرتك يا دكتور مصطفى اهلا بيك يا دكتور رشا والدكتوره منى ابو هشيمه مرحبا يا دكتور احب طبعا في بدايه الحلقه طبعا اسال دكتوره منى هل حضرتك شايفه الدستور والتعديلات الدستوريه الاخيره انصفت المراه في الوقت الراهن اذا تحدثنا عن انصاف المراه فاحنا في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي المرأة ما حصلتش اللي حصلته في اللي احنا فيه دلوقتي المرأة كنا زمان لما قلنا الكوتة خدنا تسع مقاعد على ما اعتقد وكنا فرحانين جدا النهاردة احنا حققنا اللي ما حققناهوش عمرنا في مجلس الشيوخ مثلا احنا لينا عشرين مقعد والجميل جدا جدا واللي انا فرحت بيه اني وكيل مجلس الشيوخ سيدة امرأة <applause> الدكتوره فيبي فوزي دي هي وكيله مجلس الشيوخ. من عندنا اه وليكم طبعا شرف ولينا احنا <applause> كسيدات مصر والعالم العربي كله كل الشرف. لو جينا في مجلس النواب كنا بندور على ان احنا نحصل بعض المقاعد. النهارده الدستور كفل لينا 25% حد ادنى. فامتى تحقق لينا اللي احنا فيه؟ المهم ان احنا نحافظ عليه. المهم ان احنا نكون اهل ليه لكن احنا عايشين العصر الذهبي للسيده المصريه في وسط كل الدول العربيه مش في مصر بس احنا حققنا اللي كنا بنتمناه وزياده بس فاضل علينا ان احنا نساند الدوله ومجهودات الدوله وفخامه الرئيس وانا بشكرك جدا وبشكر كاتب الكلمات اللي هو كتب عن فخامه الرئيس هو كاتب عن كل كل فرد وكل مواطن مصري حتى اللي مش عاجبه اللي احنا مصر الجديده والتطور والبناء برضه جوه قلبه بيقول ان لولا لو وجود في خمط الرئيس ما كناش احنا بقينا في العصر الذهبي اللي احنا موجودين فيه في مصر الجديده اللي بقت من دوله ناميه الى دوله عالميه بتضاهي الدول العالميه احنا بقالينا مقاعد محسوبه لينا في كل مكان بقالينا كلمه مسموعه في كل مجال احنا بنقول دايما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر طبعا تحيا مصر ويحيا رئيس مصر طبعا وانا عن نفسي سعيده جدا ان انا موجوده في عهد يحكمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كلنا دكتور مصطفى احب اعرف من حضرتك كده رؤيه الحمله الشعبيه للاعلام السياسي لدعم الرئيس في النهوض بالمواطن المصري طبعا دكتور رشا الحملة الشعبية لدعم رئيس الإعلام السياسي برئاسة المستشارة مها غازي كان في منطلق مفهوم الفكرة أو الحملة هي توحيد الصف توحيد الشارع المصري من الناحية السياسية من الناحية الاجتماعية كيف تتآلف القلوب كيف يكون الشارع السياسي ماشي على توازي وعلى تجديد الثقافة السياسية بنط الشارع المصري طبعا في العصر اللي احنا فيه طبعا وفي هنقول من 2014 للنهارده شهدت مصر منعطف سياسي عظيم بتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انا دايما بقول في قلبي هو نسر العرب نسر العرب هذا الرجل استطاع ان ينقل مصر من الى هذا الرجل نكن له كل الحب والاحترام لانه عايز مصر تكون على المستوى الذي يليق بمصر ويليق بشعب مصر العظيم شعب مصر اللي صابر كثير وتحمل الكثير عشان خاطر بلدنا بلدنا العظيمة جمهورية مصر العربية ولذلك بنقول ان التطورات اللي احنا فيها وفكرة الحملة الشعبية لدعم رئيس الإعلام السياسي هي بتناهض أو بتحاول تكون على توازي بين المواطن وبين الجهات التنفيذية بمعنى دكتورة رشا ان الحمله الشعبيه دائما رئيس الاعلام السياسي بتحاول تنقل كل ما هو صحيح عن تقدم الدوله اقتصاديا سياسيا اجتماعيا وتحاول تحارب الشبهات وترد وتدافع عن الشبهات اللي بتاثر على الامن القومي او على صالح جمهوريه مصر العربيه. في مشاريع معينه للحمله الحملة الشعبية الحملة الشعبية ليس منوط بها مشاريع المنوط بها الدفاع السياسي وتستطيع أن ترد على كل شبهة ويكون من داخلها أمانات أمانة تختص بالتعليم وفعالية التعليم وتقدم التعليم والمنعطف اللي هيوصل للتعليم أمانة للصحة تراقب الصحة ولذلك احنا بنعاني من أو بنواجه المرض الخطير او الفيروس الخطير فيروس كورونا المستجد ما بيقول في فعاليات وتجديدات لان النهارده الدوله داخله على منعطف معين معين وبتحاول تقاوم هذا المرض بجميع الوسائل طبعا انا في وجود الدكتوره منى ابو هشيمه وكداعم اساسي للمراه فاحب اعرف من حضرتك كده رؤيه حضرتك عن دور المراه في الايام المقبله من خلال حضرتك ومن خلال عمل حضرتك في العمل العام ومن خلال وجودك في الملتقي ملتقي المراه العربيه والافريقيه المراه عليها عبء شديد جدا وكبير جدا ويمكن هو ربنا خلقنا احنا نتحمل تبعيات اي, أي, أي مشكله بتحصل في عصرنا يمكن طالما احنا بنتكلم انا حاسه ان الحلقه النهارده بنتكلم فيها عن ختام الاول كل سنه وانتم طيبين واخواننا المسيحيين كلهم كل سنه وهم طيبين واحنا تعودنا في الشهر دوت بنكون مع فخامه الرئيس في في الكاتدرائيه بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين لكن في كورونا متيالي هيكون الأحسن إن إحنا نبعت الرسايل لبعض وقلوبنا مع إخواننا في الوطن هم عارفين هم بالنسبة لنا إيه هم مش بيسكنوا الأرض بس لا ده بيسكنوا قلوبنا فلو جينا اتكلمنا عن المرأة سيادة الريس حملنا عبء وقال إن مصر بتتقدم بشبابها وبالمرأة المرأة نص المجتمع وهي المسؤولة عن النصف الآخر من المجتمع لما كان علينا الزام للوطن فقلنا نعمل في جمعيات خيريه كتير وما اكثرهم لكن مين فعال احنا بنشتغل على بناء اجساد لكن احنا في ملتقي المراه بنشتغل على بناء عقول بنشتغل على تثقيف حامل المراه اللي بيها نثقف اسره كامله لو انا ثقفت المراه المصريه وعملت ربط ما بينها وما بين الدول العربيه ودول المهجر هكون كده عملت ثقافه عامه للمجتمع كله وده اللي احنا شغالين عليه احنا النهارده بنتكلم او بنواجه جائحه كورونا للمره الثانيه احنا في ملتقى المراه العربيه اشتغلنا ودعمنا كل الاسر اللي كانت اصيبت في جائحه كورونا وما استندناش على المكان اللي احنا لينا مكاتب فيه بس احنا كنا بنشتغل من اسكندريه لاسوان ويمكن في ناس كتير سمعاني دلوقتي وعارفه ملتقى المراه العربيه اشتغل ازاي حطينا ايدينا في ايدين ولادنا الشباب وكان عندنا غرفه عمليات 24 ساعه موفرين في بعض الصيدليات في بعض المناطق الاغلبيه العظمى من المناطق وبدانا بالبساتين جنوب القاهره وجنوب الجيزه اشتغلنا عليهم كان اكتر اماكن لكن كان بتجيلنا تليفونات من مثلا جالنا تليفون من المنيا وكانت سيده تعبانه جدا والمفروض انها محتاجه تدخل مستشفى في الحال اتحرك الشباب من القاهره بالتليفونات وبشبابنا الموجودين في المنيا وقاموا بالواجب رغم ان احنا ملناش مكتب في المنيا لكن احنا لينا قلوب وعيون في كل مكان بتساند كل مواطنين محتاجين وجود المرأة معاهم والشباب لو, انت لو احنا اتكلمنا على المجتمع المدني وانا فرصة ان احنا النهاردة في التلفزيون ومع حضرتك في, في برنامج اللي احنا كلنا بنستناه من وقت للتاني عشان خاطر نعبر بيه عن بعض المشاكل وبعض الالتزامات اللي المطلوب ان احنا نراعيها في وقت بناء مصر محمد. احنا بنبني مصر الجديده م. وشايفين الريس مش متخازل يمكن كلنا خايفين من كورونا وبنحاول بقدر المستطاع ما نخرجش لكن كل جمعه انا متابعه الريس في كل تحركاته مش قاعد بصراحه عليه عبء شديد جدا واجب علينا كمجتمع مدني وكمواطنين هو بيبني بيوت وبيبني مصر الجديده احنا نساهم في بناء آه الإنسان من خلال المجتمع المدني احنا شغالين دلوقتي اونلاين في الندوات والمؤتمرات شغالين عليها في زوم وفي آه الاونلاين عشان خاطر نحاول بقدر الامكان ما يكونش فيه تجمعات كتيره بتكون ندوات توعويه بتكون آه لقاءات مع المسؤولين ومع المعنيين في الصحه وفي فض المنازعات والازمات والتصدي للازمات وده احنا شغالين عليه يعني ندوات دايمه عبر الزوم وعبر الواتساب متذكره كلمه حلوه لحضرتك قلتها لي امبارح فون اهم شيء في الدوله هو بناء افراد الدوله لان احنا شايفين المؤسسات مؤسسه الدوله مش متهاونه في بناء بناء الدوله، احنا بقى فين من ده؟ نحاول بقدر الامكان بناء الفرد المواطن هيكون عن طريق ايه؟ عن طريق التثقيف، عن طريق التعليم، عن طريق الولاء والانتماء آآ لما ولادنا بيحسوا ان احنا مهتمين بيهم ومراعينهم كمان في لقاءات باستمرار بنعملها للتوظيف بقدر المستطاع بنعمل ما بين الشركات واولادنا لقاء ويكون فى عمليه التوظيف أو وجود وظائف بقدر المستطاع، وأنا ملاحظة في الشباب دلوقتي مش زي زمان كان بيدور على مكتب ووظيفة ميري، دلوقتي بيدور على إن هو يساهم في البناء. كتير جدا بلاقيهم من شبابنا موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي صرح بنفتخر بيه. كانوا زمان بيقولوا هو إحنا هنحط فلوسنا كلها في البناء النهارده لما الطرق اتعملت اللي ربطت مصر كلها ببعضها حسينا ان احنا كنا ماشيين على الطريق الصواب كل واحد منا عليه الزام عليه مسؤوليه تجاه وطنه عشان خاطر نساعد في بناء مصر الجديده وده اللي انا بطلب كل المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض ونواجه جائحه كورونا من خلال المعامله عن طريق زوم وعن طريق الاونلاين مش شرط نعمل اجتماعات ومش شرط نعمل احتفالات دخل علينا عام جديد وكلنا كنا بننتظره عشان نعمل دايما كنا بننتظر نهايه العام عشان نعمل الاحتفاليه الكبيره، النهارده خلينا نتعامل عبر الانترنت ونستغله استغلال سليم، ده يمكن بعض من كل اللي احنا ممكن نقوم بيه ونقدمه لبلدنا وقليل جدا مهما نقول فاحنا ما بنوفيش حق الوطن علينا. والله مصر دايما محفوظه طول ما فيها امثال حضرتك لا طول ما فيها وطول ما فيها الرئيس آه طول ما فيها رئيسنا وقادتنا <applause> احنا ان شاء الله باذن الله في تقدم من تقدم لتقدم باذن الله ان شاء الله. الله دكتور مصطفى طبعا حضرتك عارف ان في افراد بيسعوا للنيل من امن مصر القومي تمام عايز اعرف بقى من حضرتك ايه هو دور الحمله الشعبيه للاعلام السياسي لدعم الرئيس في التصدي لحرب الشائعات تمام. في ظل <applause> الظروف الحاليه. <applause> شوف يا دكتور رشا طبعا لا شك ان احنا قلبا وقالبا وكل افراد المجتمع المدني وبنحاول الاحزاب السياسيه تجتمع معانا ويبقى في عمل وفاقي ما يبقاش كل واحد واقف على اسم حزبه لا احنا في دوله وبيكمل كلانا الاخر. فيا ريت من خلال التثقيف والندوات التثقيفيه والوقوف على الشائعات اللي بتقول البلد ما بتتقدمش، لا البلد بتتقدم. النهارده وانا جاي من المحور والسيا والاسماعيليه اه لا اسماعيليه القاهره ومصر تغيرت تغيير كلي، مصر من جميع المحافظات في شغل في وقت واحد، أنفاق بتنبني، قنان بنت اه كهرباء ومحطات كهرباء وتقويه اتغيرت اه من الى، مصر بتدخل في منعطف تاني لما تيجي بعض القنوات الزائفه او بعض اللي بيحاربوا البلد وبينتقدوا البلد نقد سيء، بنغافلهم ونقول لا ده في فعاليات حصلت، في شيء كويس حصل في مصر، هنقول 70% تم انجازه، فاضل المية طب النهارده اغلب افراد الوطن او الفئه من الشعب او الافراد اللي هنقول موظفين او محدود الدخل دايما بينظر لربع الكوبايه الفاضي. احنا دلوقتي اغلب السياسيين لما بيجي يجتمعوا في لقاءات وتلفزيونات وادوات يمثلوا الدوله دكتوره منى بكوبايه نصها فاضي ونصها مليان ويقول الفرد بيبص للنص الفاضي وسايب النص المليان احنا برضو عايزين الحكومه بالناشر الدكتور مصطفى مدبولي من خلال برنامج حضرتك كده همسات في حياتنا لان احنا طبعا بنتكلم على نبض المواطن احنا مع المواطن والوطن لان نصح المواطن هيصح الوطن ان صح المواطن عشان نبني مواطن قوي لابد من مواطن سليم نفسيا صحيا جسديا ماليا كله امور تنعقد معانا فانا مطالب بطلب من المواطن يبص لنص المليات يعني وبطلب من الربع الربع آه <applause> نطلب من المواطن يبص للثلثين المليان اه ماشي صح او الثلاث ارباع المليان دكتور عمر دي حقيقة وبنطلب من الحكومه تبص للربع الفاضي حزمه من القرارات اللي تنهيش المواطن محدود الدخل وهم ساعدين على كده يعني في الفتره الاخيره دي الدوله بدات تبص للمواطن بصه في تكريم وفي الدستور بتاعنا بيحمل تكافل وكرامه للمواطن المصري للمواطنه المصريه طبعا دكتوره منى ناشدت من خلال الاتحاد بتاعها والمؤسسات بتاعتها ان المراه انتقلت من الى في ظل تعديلات دستوريه في ظل حقها في المجلس الشورى مجلس الشيوخ ومجلس النواب واحنا بنقول النهارده مصر تتغير فصبر جميل وان شاء الله بامر الله عز وجل اللي جاي افضل وفي برلمان هينعقد جديد وهيبقى فيه اعضاء جداد هيقدروا يستخلصوا للمواطنين كل الحقوق واحنا وراء خلف سياسه رشيده الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل بينا لمنعطف منعطف الدكتوره منى منعطف جميل نفتخر بيه في وسط العالم ان احنا من جمهوريه مصر العربيه طبعا انا سعيده ان دي كانت اخر حلقه في عام 2020 وطبعا كان لي عظيم الشرف ان تكون معايا الدكتوره منى ابو هشيمه سعيده جدا بوجود حضرتك معايا والدكتور منى يعني حقيقي في العمل العام وليها ليها باع طويل يعني بيها حقيقي دي كان اسعد ختام لعام 2020 وان شاء الله انتظرونا الاسبوع القادم مع حلقه جديده وبرنامج همسات في حياتنا في سنه جديده برؤيه جديده في ظل وجودنا في حكومه رشيده تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وإن شاء الله طبعا 2020 عشرين عشرين اتعلمنا منها كتير طبعا بشكر كل فريق العمل وبشكر مخرجنا العظيم وبشكر أستاذ محمد الملكي وبشكر كل الموجودين بقناة الصحة والجمال وإن شاء الله نكون موجودة معاكم الأسبوع القادم بإذن الله في برنامج همسات في حياتنا ومع أولى حلقات السنة الجديدة بإذن الله كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة وصحة وانتظروني السبت القادم الساعة 3:30 سلام عليكم